طيب هنروح معلش للرياضيين شويه، انا حتى يعني اصدقاء ليا في الجيم وغيره بشوفهم بياخدوا مكملات غذائيه، ازاي اعرف المكمل الغذائي الانسب ليا وليه الب مالتي فيت مش مكمل غذائي تاني؟ طبعا الب مالتي فيت هيبقى داعم للرياضيين جدا، لان الرياضيين محتاجين فيتامين بي كومبلكس عشان صحه اعصابهم، لو عايزين يشيلوا اوزان تقيله وايديهم ما ترتعش لازم الاعصاب تبقى قويه. محتاجين زنك طبعا، لان الزنك هو اللي بيريح العضله بعد التمرين. ومحتاجين ياكلوا بروتينات زي البيض، حلو قوي ليهم. على فكره البيض مهم جدا للدعم الغذائي، يمكن يعني عايزين برضو نقول ايه الاكلات. بس البيض المسلوق ولا البيض اللي بزيت ومشروم وبسطرمة؟ عارفه بيقولوا لي ايه؟ طب خلاص انا عايزه اخس ما افطرش. لا دي مصيبه ان انا ما افطرش. ايوه صح. لا الفطار الصحي الصبح هو اللي بيدعم لي التمثيل. اي حاجه بقى اكل، اي حاجه انا عايزاها. لا ما اكلش اي حاجه، لا لا اوقف لغايه هنا. ما اكلش 3 4 رغيف عيش واقول انا بالظبط دي الأدوية اللي بتدعمني. لا موضوعك بعد قوي. ايوه فمهم قوي التمثيل الغذائي السلمون عشان الدهون الصحية، مهم جدا زيت الزيتون عشان الدهون الصحية، الجزر، الموز، البروكلي مهم، السبانخ، المشروبات. يقولي طب خلاص عرفنا الأكل، طبعا الفراخ مهم، اللحوم البيضاء، المحار، العشب، البحر، كل ده مهم. من المشروبات أو الحاجات اللي بنشربها بتدعم لي التمثيل الغذائي القرفه، حلوه قوي القرفه، حلوه قوي. الجنزبيل حلو قوي. الاكلات اللي فيها شطه. طب الكمون؟ الكمون برضه حلو. انا بشرب كل يوم كمون سخن. ده جميل الكمون. كريم بيقعد يقول عليه ريحته عامله زي الكاري. وعلى فكره الشطه حلوه جدا. بتخسس الاكلات برضو. اللي في السبايسي الشطه بتخسس. طبعا هي دي الاكلات والحاجات اللي نشربها اللي بتقدر تدعم التمثيل الغذائي. الناس اللي في الجيم او الرياضيين هيبقى ليهم الب مالتي فيت حلو، لانه في زنك وفي فيتامين بي كومبلكس، في كالسيوم عشان نقدر نقوي عظمنا. الكالسيوم موجود ب 70 ملي جرام كمان داخل الب مالتي فيت. كويس قوي.